وزيا بنت دربنا وختنا وكبرت معانا دابا عاد كلشي بان تماتت وجدان عاد كلشي جا وجدان راه ما خلات والو فوزيا ازماتيك نعست فيهم في الشتا وفي البرد وفي الصيف تبيع عليهم القارو وتناج مرضت مرضى واعره ازماتيك وتنفخت تا واحد ما عقل عليها عاد تغاوتت هي والدريا تا هي ازماتيك سخبت مول امانه تاع امانته بنت دربنا بنت الاصل بنت الجوده بنت كلشي راه اللي كيقول فوزية قتلت هذيك الانسانه راه حرام عليك غيدير مع الله راه هذيك الانسانه ضربت على الشوصيف سمعتي طلبت عليهم بيجامه المخيره لبنتها ولادها عندها ثلاثه جوج الاولاد وبنيه كانت مهليه فيهم من داك الشيء انا نقول لك لبنت الدرب الله يعمرها السلعه راه كنت فين كتجلس فهمتيني ما خلات اخويا ديك السيده ما كافات على ولادها راه اللي كيقول ديك السيده قتلاتها راه حرام عليهم تنهار يوم البعث فهمتيني من يوم الدنيا وغدا الاخره ديك الانسان الله يعمرها دار الله يجعل ربي واليها برحمه الله ديك البنيه كانت عزيزه علينا الله يرحمها واليها برحمه الله وكانت مريضه بازماتيك اي بنت كتناقش مع امها وراه مستحيل من ربع المستحيلات مرة تخشى لبنتها راه ام ما عمرها تمكن انا عندي بنيه غنوض نقتلها راه ما عمرها تمكن والدينا خويا راه كافح على قبلنا باش نولينا عيالات هذيك المراه راه كتكافح على وليداتها راك مطلقه وزيدون كاريه وعندها جوج البنات ما حيلتها الصير ما حيلتها العيش ما حيلتها حتى شي حاجه دابا بنادم يلا ولا كيهضر على فوزيه فين كان بنادم اللي كانت فوزيه كتطلب فين كان بنادم اللي كانت فوزيه كتبغي توكل ولادها فين كانت فوزيه من نهار جرو عليها من الكرا وخلاوها في الزنقه هي ولادها دابا عاد ولينا نقولوا فوزيه داكشي كله كذوب اخويا الحقيقه يلا غتقال اليوم الام راه ما دايره والو اخويا داكشي اللي تقال راه كله كذوب اخويا ماشي ولاد الدرب اللي دواو البارح دابا ولاد الدرب هما اللي كيدواو اليوم حنا هما ولاد الدرب هذاك الشيء تقال البارح راه كذوب راه ما دايره والو الام البنت تقريبا شحال في العمر البنت غتكون عندها شي 17 عام 18 عام ازماتيك مريضه الدريه راه عاجز السبب على اذن الام ديالها بجوجهم ازماتيك راه غير كيهضروا بجوجهم صافي وقع الخطا راه الله اللي كيعلم هاد المراه ما خاصوش يكذب ما يكذبش هي وامها في دارهم حتى حد ما حاضر ليهم العلم بالله وبلادهم كيديو التقليد والله وليدي الا ما كيديو التقليد لحقاش هاد المراه الوحدات اللي رجاش اللي كتكاكاسا ليه كتبيع في كارو سمعتيني بعد ما كتمد يديها كتقول ما كنلقى ما نوكلهم قسما بالله هاد الشيء كلشي هاد الشيء كلشي يشوفوا داك الدري قري ولادك الدري اللي مسكينه داي على خرجها من الباك وكتبكي كتضل تجري معاه دابا هي دابا الدريه دابا الدريه في الروضه الدريه في الروضه والمراه في الحبس والدري فين غيمشي الدري غادي يجريو عليه مسكين من الدار دابا حنا بغينا الدري يبقى في الدار دابا الدري اللي غادي يضيع دابا واش فهمتي ولا لا يتعاونوا مع الدري يبقى في الدار الدري ما يخرجش من الدار تعاونوا معنا على الدري يبقى في الدار تعاونوا معنا على الدري يبقى في الدار ما يخرجش من الدار الله يرحم الوالدين الا خرج الزنقه غادي يضيع داك الدري حتى هو غيقشر راسه